أهلا نجوم، كيف حالكم؟ يا كان فيديو جديد واللي هو مواقف المتابعين المحرجة الجزء الرابع. لكن يا جماعة قبل ما نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا انكم تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. لكن سيكون كفيديو جديد انسى قناتي بقى جيمر، واكتبوا لي يا جماعة تحت التعليقات وش تريدون الفيديو الجاي. ويلا الحين خلنا نبدأ. اول شي يا جماعة قبل ما ابدأ اسوي يعني كذا شي يعني عسري، واللي هو اني افتح هداياكم. ادري يعني ما حد اعطاني هدية، لكن في هنا هدية ما ادري، فيلا الحين خلينا نفتحها ونشوف وش عطتنا هذه البنت اللي كيوت. تمام، شكرا يا دينا، اعطتني هذه السجادة، شكرا لك مرة. زي ما قلت لكم واحد بس اعطاني هدية، لكن عادي يعني، وشكرا لك الاشخاص اللي راح يعطوني. المهم يا جماعة، فيلا الحين خلينا نبدأ بأول موقف. الموقف الأول من بنت يعني ما هي كاتبة اسمها، لكن يلا خلينا نقرأ. أتمنى تقرأين موقفي. مرة كنت بالمدرسة وكان كل خميس يغيرون جدول الحصص، فأنا ما كنت أدري بهالشي، وكانت عندنا آخر حصة رياضة، وأنا مرة فرحت. ولما صار الدرس الأخير المذيعة قالت صف الخامس باء فقط لديهم رياضة، يعني ما هو قسمها يعني أو ما هو صفها، لكن ما انتبهت لان كان مرة في صوت عالي، فانا ركضت على الساعة وهم ما انتبهوا لي. طبعا ما كان في معلمة عشان خلصت حصتهم وكلهم كانوا يتكلمون مع بعض فما شافوني. المهم فلعبت معهم رياضة واشوفهم كلهم يناظروني وانا مستغربة ويقولون مين هذه، فانا ما اهتميت ورجعت لصفي ولقيتهم وبكل ثقة قلت لهم رياضة، ترى في حصة رياضة والمعلمة كانت موجودة وهي المشرف، بس ما انتبهت انها موجودة. المهم وهي يعني تطالع لي وتقول لي حبيبتي وش رياضة، ترى غيروا جدول الحصص وكلهم يناظروني والصف كله يناظرني، وانا جلست مقعدي ومخبية وجهي وكلهم يناظروني. اتمنيت الارض تنشق وتبدعني حتى نسيت شنطتي بالساحة. أتمنى تقيم موقفي، أحبك، صرت غنية بسببك. شكرا حبيبتي. فهذا موقف جدا يعني محرج، ويعني كان لما يعني شفتي لما أو رحتي يعني حصة الرياضة لما ما لقيتي صديقاتك، كان يعني رجعتي يعني للصف، ما أدري ليش بقيتي هناك، لكن أتمنى إنك تتخطين صراحة الموقف، أدري مرة محرج. ويب يلا الحين خلينا ننتقل للموقف اللي بعده. والموقف اللي بعده من حمزة جيمر. في مرة رحت بيت عمي وكان البيت جديد ويعني أول مرة أشوفه، ودخلت غرفة النوم وكان الضوء ظلام، فدخلت وأنا أضرب رجلي في كرسي تبع البيبي والطفل داخله وهو يبكي، وأنا وقفت فأحد شعل الضوء والتفت وراي وإلقى شخص في المرايا، وأنا فزعت واكتشفت أن انعكاسي في المرايا للأسف ما كنت وحدي، كان كل الناس داخلين يشوفوا الأوضة وهم شعلوا الضوء على كمية الإحراج. فحتى هذا موقف جدا يعني محرج، وكان يعني من الأول لما دخلت الغرفة شعلت الضوء. ويلا حين خلنا نشوف الموقف الثالث. والموقف الثالث من آية. مرة كنت أرسم في الحصة والمعلمة تشرح، فجأة وقفت شرح وكل التلاميذ بدأوا يضحكوا، وأنا منزلة رأسي وأضحك معهم، وشوي أطلع رأسي ألاقي معلمة تناظر فيني واستوعبت إنهم يضحكون علي. فيعني هي كانت يعني نزلة راسها، اتوقع انا ما كانت منتبهة، فكلها جالسين يضحكون عليها وهي ما تدري يعني بس تضحك معهم كذا. فاتمنى انك تتخطين، ويعني هذا الموقف صار لكثير ناس. ويلا الحين خلينا ننتقل للموقف اللي بعده من ميمي. مرة كنت في المدرسة وكان في مشكلة بين الطلاب، فكنت قاعدة بالصف صح، ويعني قالوا اسمي، قالوا معلمة فلان تبيك. رحت المعلمة قالت قولي ايش المشكلة، انا ما اعرف ايش المشكلة، قلتها كل اسرار الطلاب وهي مصدومة. بعدين لما طلعت من عندها سويت لحظة اداك، والمعلمة الله يسامحها قالت خبر للكل مدرسة، ويعني ما اوصف الفشلة ونظرات الطلاب بس ما يطلع تعليقي. فانت يعني هذا غلط منك انك قلتي كل اسرار الطلاب، وحتى المعلمة يعني ليش تقول أسرار، هذا اسمه سر. واتمنى انك تتخطين، اتوقع انك ما كنت منتبهة. فيب ويلا الحين خلينا ننتقل للموقف اللي بعده.
والموقف السادس والأخير من ميمير أو ميمي روبلوكس. كنت مرة أبي أشارك في حصة المدرسة وأنا رافع يدي أبي أجاوب وأقول مس 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 أبي أجاوب، وشاركت وحطتني أنا هون، كثير تحمست، وبالأخير طلع جوابي غلط وكل الصف ضحك علي وصار مرة إحراج. فيعني سمعك تتخطين يعني عادي، يعني كلنا نقول أجوبة غلط، فيب يعني عادي، ما كثير يعني ناس يضحكون وعادي يعني ما تهتمي عادي. فيب وبس يا جماعة، زي ما قلت لكم هذه آخر يا جماعة وهذا آخر جزء، لأنه الصراحة يعني مرة تعبت فيه، وكمان يعني تقريبا قلت كل تعليقاتكم، واكتبوا لي كمان أفكار ثانية أسويها لكم، ويعني هظل أسوي لكم سكتشات كذا عادي. فيب بس هذا كان فيديو اليوم، شارك عجبكم، إذا عجبكم لا تنسوا إنكم تحطوا لي لايك وتشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس لكسركم كان فيديو جديد أنزل على قناتي إباء جيمر. بس مع السلامة أحبكم.